نبدأ الآن في سؤال أخينا ويناسب الوقت. نحن الآن في شهر إيش؟ ربيع الأول. اليوم كم؟ 8. يعني بعد 4 أيام كذا مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا، اختلف العلماء في تحديد مولد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أقوال كثيرة. هذا أول نقطة. أنا أقول أول سادر بدر، أول حاجة. فلماذا تحتفلون يوم 12؟ بيقول المشهور. قلنا طيب خلاص اتفقنا معكم إن المشهور يوم 12 ربيع الأول مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب سؤال، ما مستندكم في الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل ورد في القرآن الكريم آية تدل دلالة واضحة على الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أجيب لا. ممتاز. السؤال الثاني، هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله الصحيح والصريح أن نحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم؟ الجواب بأسمع. ها إيش الجواب؟ لا. السؤال الثالث، هل ورد من فعله صلى الله عليه وسلم أنه احتفل بمولده صلى الله عليه وسلم؟ الجواب بسمع صوت لا. السؤال الرابع، هل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، ونبدأ أولا بزوجاته أمهاتنا أمهات المؤمنين، هم أعلم الناس بما يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، هل نقلوا لنا بنقل صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده؟ الجواب لا. خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي إلى آخر الحديث. هل هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم احتفلوا بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. هل أحد أفراد الصحابة احتفل بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. هل أئمة الدين من كبار التابعين وتابع التابعين والأئمة الأربعة
أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، هل احتفلوا بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. سؤال: من أحرص الناس على اتباع السنة؟ ومن أحرص الناس على الخير؟ ومن أسبق الناس على الفضل؟ نحن أم الصحابة والأئمة؟ الصحابة والأئمة. وديننا ولله الحمد والمنة كامل. والصحابة قالوا: ما من خير، رضي الله عنهم قالوا: ما من خير إلا ودلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم تقولون هذا خير ونحب الرسول صلى الله عليه وسلم، طيب هؤلاء الصحابة ما ذكروا ذلك. وعملكم بعمل لم يعملوه يدل على أنهم خانوا الدين وأنقصوا الدين، وهذا طعن فيه، والطعن فيه طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطعن في رسول الله طعن بالله، وهذا كفر والعياذ بالله. الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما نحن والله يا إخوان أحرص من الصحابة وأئمة الدين على الخير. والله يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأنتم تسمعون في كل جمعة الخطيب يقول: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ويقول عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ما معنى فقد كفيتم؟ يعني الدين كامل عليك الاتباع فقط. ويقول ابن عباس: اتبع ولا تبتدع. أخذه من أين؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان في الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم خير لسبقنا إليه الصحابة، ولسبقنا إليه أئمة الدين كالزهري وسفيان الثوري والأوزاعي والأئمة الأربعة في الفقه: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمه الله. وهذا الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله سار على ما سار عليه هؤلاء الأئمة، وألف رسالة في حكم الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال أن هذا بدعة، بل الإجماع على ذلك، إجماع أهل العلم. ولا عبرة بهؤلاء الجهال الذين يحتفلون بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا خلاصة الكلام في هذه المسألة بكل يسر وسهولة.